يا حرام، انت اكيد ما عندكيش وقت بتقعدي مع اولادك. او يقولوا لها ايه ده، معقوله عرفتي تيجي حفله المدرسه؟ او يقولوا عنها ده اكيد جوزها زهقان جدا من شغلها، او يتقال عليها دي بقت مسترجله جدا لما بقت مديره. دي جمل تحت بند الكليشيه اللي بتتقال اي ست بتشتغل وبتنجح في شغلها، بتتقال عنها او بتتقال لها، سمعتها او هتسمعها او بتسمعها او بتتقال عليها. في حالة من الحالات مهما بدا ليك ان المجتمع متحضر ومتفهم ومتقبل، هتقولي معقول حد بيفكر كده في الست؟ هقولك خليك معانا النهاردة. مرحب في شغل عالي. يعني النهاردة أنا غالباً مكسوفة جداً وأنا بتكلم عن الموضوع ده، لأننا في زمن المفروض أننا يعني نظرياً تخطينا الحتة دي من زمان. اتشجعت أتكلم عنها بسبب مشاركات ستات ناجحة كتير من أصدقائي، لفت نظري جداً أن في نوع جديد من التنمر على المرأة موجود في أكتر مجتمعات ممكن تكون بتعتقد يعني أنها بتقول على نفسها متصالحة، متصالحة مع مصطلح التمكين. التمكين يعني بالمناسبة أن كل واحد فينا يمكن أنه يعمل الحاجات اللي هو نفسه يعملها، أي حاجة بقى أيا كانت اختياراته. يعني ببساطة كده، زي ما عينك قادرة تشوف التمن اللي بتدفعه كل ست بتشتغل من صحتها ومن أعصابها عشان تقدر تعمل أدوار كاملة في كل مكان هي مسؤولة عنه أو مسؤولة فيه، اوعى كمان تفتكر أننا كمجتمع متصالحين تماما مع فكرة عمل المرأة. لا، الحقيقة أنه لسه بدري جداً. مهما شفت حواليك من نماذج ناجحة وأحياناً مبهرة للمرأة العاملة، لأنه المرأة العاملة دي نص نجاحها تحدي للظروف، لكن المجتمع يعني لا، لسه المجتمع بيعافر في أنه يقبل الست اللي بتشتغل. وأولها، ودي حاجة بقى كانت مفاجأة من شهادات ناس كتير، أنه ساعات بتبقى من الست اللي زيها كمان قبل ما يكون من الراجل اللي بيقاوم نجاحها وقدراتها. لبعض الرجالة قدرات دي بالنسبة لهم خارقة، فبالتالي مش مقبولة. بشوية بحث بسيط هتكتشف كمان مفاجأة أصعب جدا، إن معظم التنمر والوصم للست الناجحة في مجال العمل بيجي من نفس القطاع بتاعها. دي مفاجأة مش سعيدة يعني. أسبابها إيه بقى عشان نقدر نعالجها وعشان ما نبقاش بنقول كلام يبان انه محبط؟ لو قدرنا يعني احنا لازم نسال نفسنا اصلا ليه المجتمع متصالح تماما مع فكره ان الست تشتغل لكن تشتغل وهي ساكته، اوعى تنجح، لو نجحت بتبتدي حملات الوصم تجاهها. لانه عقلنا مخادع جدا، فاحيانا الست اللي بتنتقد ست، يعني تخيل انت بتتوقع ان الست بقى هتدعم الست اللي زيها عشان حاسه بيها، لا. او اي شخص بينتقد ست بتنجح غالبا بيبقى شايف ان اللي هي بتعمله ده كتير وغالباً مستكتروا عليها، فبيقرر لا شعورياً أنه يقلل منه. بعض الناس كمان بتنتقد الست الناجحة بمنطق أنها واخدة فرصتي أو واخدة مكاني، وبعض الرجالة بيكونوا صرحة شوية ويقولوا كده فعلاً. بعض الستات بينتقدوا الست اللي بتنجح كنوع من الإحساس بالأفضلية، يعني لازم هي تحسس نفسها أنه هنقول لها أنا من جواها، يعني أنا أحسن منك لأني ضحيت بشغلي مثلاً، أنا أحسن منك لأني فضلت البيت على الشغل وأنا عملت تضحية كبيرة، والتضحيات كلها تحترم، لكن الحقيقة ما فيش حد فينا أحسن ولا حاجة، كلنا بنحاول وكلنا بنختار. العقليات اللي بتتعامل مع نجاح الست بمنطق المسابقة هي العقليات اللي عاملة الأزمة واللي سبب في التنمر. دايما حاسين إن لازم حد فينا يبقى كسبان وحد خسران، أو إنك لازم يعني علشان تبني حاجة ناجحة لازم بإيدك التانية تكون بتهد، مستحيل إنك تبني حاجتين في نفس الوقت. أي حد عاقل يعرف إن الحياة مش مسابقة، الحياة مجموعة اختيارات. الست اللي نجحت دي غالباً اختارت تبذل مجهود في المنطقة دي، ووارد جداً إنها تكون بذلت نفس المجهود في حياتها الشخصية ونجحت برضو. منطق إن اللي قدامي بذل مجهود هي دي بقى أصل المشكلة، لأنه إحساسك إن اللي قدامك عمل مجهود زيادة يزعجك لو أنت بتحب ترتاح.
فغالبا بتحب تقلل من قيمة أصلا بذل المجهود لصالح الفكرة اللذيذة بتاعت إن التقصير أصلا موجود، ما أنت أكيد عامل حاجة غلط. هنا بقى هنيجي لأصل السؤال، لو سألت أي ست ناجحة وبتشتغل أنت عاوزة الناس تشوفك إزاي؟ وده سؤال بالمناسبة لازم نسأله هنا. في هنا كم بنت بتشتغل؟ يعني بشتغل بعمل دوري زي ما غيري بيعمل دوره. راجل أو ست عايزة تشوفي الناس تشوفك إن دورك طبيعي، دوري طبيعي، وجودك طبيعي، مش إن أنا واخدة مكان حد أو حد واخد مكاني. بتحسي حد بيبقى بيفكر كده ساعات؟ كتير. أنا بشتغل في بنك عموما. والمنافسة شديدة أنا عارف. طيب مين هنا أم؟ يعني حد يكون ماما وبتشتغل، لأن غالبا دول اللي يعني دايما ما كنت تقعدي في البيت بقى، ما الولاد أولى. هو فعلا وقت الشغل مغطي على وقت ولادي كتير جدا، وكمان بسافر كتير وبسيبهم، بس أنا بحب الشغل وعايزة أثبت نفسي فيه. بس مش حاسة انه يعني دي حاجة مخلية الدنيا عندك مش موزونة يعني؟ لا انا على قد ما بقدر بحاول اوزن بينهم وبين الشغل. يعني هو ضغط طبعا عصبي ونفسي وكل حاجة، بس بحاول الحمد لله. تحبي الناس تشوفك مقصرة مع ولادك؟ لا طبعا. او حد بيحسسك كده؟ لا خالص. بالعكس، كمان عندي كمان في البيت بيشجعوني اني اعمل ده. طب حلو، انا بشكرك جدا. ببساطة الإجابة بتاعت إنه هي الست عايزة الناس تشوفها إزاي، غالباً مش هينفع نتخيل يعني إن الست عايزاهم يقدروا التضحيات الكبيرة الجسدية والبدنية اللي هي بتشيلها غالباً على كتافها كل يوم بس علشان تعمل دورها من الأول للآخر. بس مطلوب منها إنها تعمل الدور من الأول للآخر في البيت ومن الأول للآخر في الشغل، ولا هي أصلاً عاوزاك تعرف هي إزاي مثلاً يعني مثلاً بتنام آخر واحدة في البيت وبتصحى أول واحدة في البيت، ولا هي أصلاً مشغولة بأنها تبرر هي ليه ناجحة، وكأن النجاح وصمة صعبة هي لازم تبرر هي ليه عملت كده. هيكون طلبها الوحيد أنها غالباً تقرب كده شوية، لما تقرب هتجني ثمار نجاح الست. ثمار نجاح الست كفيلة أنها تغير رأيك في الموضوع ده كله، لأنها غالباً لما بتنجح، أنا مش بس بتكلم عن ست اللي بتشتغل وتبقى مضطرة ومقهورة وزعلانة أنها بتشتغل، لأ، هي لو عايزة تشتغل هي بتتحول لشخص سعيد قادر أنه ينقل عدوى السعادة في البيت. وغالباً النجاح ده بيربطها بهدف كبير هي اتخلقت علشانه، ولو إحنا مش مصدقين أننا اتخلقنا عشان أهداف كبيرة غالباً إحنا دي مش مناقشتنا. لكن الست تحديداً اتخلقت عشان تعمل جمال، قصد وجود الست صناعة الجمال، فنجاحها بيحرك جواها الإحساس ده بالمسؤولية بأنها تخلق جمال، فترجع تربي أطفال أسوياء قادرين يقدروا اللي هي بتعمله. ببساطة جدا الست اللي بتقعد في البيت ست عظيمة جدا 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 لأنه ده اختيارها، والست اللي بتشتغل ست كويسة جدا 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 لأنه ده اختيارها. بشجعك بس المرة الجاية لما تشوف ست بتشتغل وناجحة في شغلها قول عليها مثلا يعني، او غالبا ما تقولش حاجه، سيبها في حالها.